مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، تواصل معكم من جديد مع رابع الاشواط والتحديات لهذا الصباح مع انطلاقات اللقاية من هنا من ارضية ميدان التلة لسباقات الهدنة العربية الاصيلة والمخصص للقعدان المهجنات الاصايل بشعارات اصحاب السمو والشيوخ ولمن يرغب بالمشاركة من ابناء القبائل، حيث حضر مربوش مع اول انطلاقات القعدان المحليات ليحضر علي بن مهير بن بليشه الكتبي ويذهب بالناموس والانتصار. هو اول انطلاقات القعدان لهذا الصباح لابدا اذاعتنا مع المركز الاول وصدارة هذا التحدي، لاتابع الشبابي ياسر بن بخيت بن سعيد الخيلي من يحضر مع هذا الاسم الكبير مع الشبابي والمركز الاول. اما ثانيا حضر وقاد ليحضر مبارك بن راشد بن عبيد بن دغيش الكتبي، وثالثا الوصول من قبل عناد محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري لانتقل لرابع المراكز. واتابع الفارس عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي صاحب التوقيت الافضل حتى هذه اللحظات، يحضر شعار الضبية من ذهب بأول الأشواط لهذا الصباح. أما خامسا وعد حاضر عبد الله بن أحمد أو عبد الله بن محمد بن أحمد الجسمي مع خامس المراكز، وسادسا وصل غيث ليصل سعيد بن منانة بن غدير الكتبي ويحضر شعار المتحدي في هذه اللحظات. ثمين ينطلق مع سابع المراكز ليصل شعار حمد بن سيف بن محمد الغويص السويدي. أما من حضر مع سابع المراكز فهذا الشبابي ناصر بن خليفة بن علي بن دلوان الكتبي، وثامنا وصل البارز ليحضر مصبح بن خميس بن مصبح المهيري، وتاسعا وصل عناد سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، وعاشرا لأتابع شاهين سالم بن جمعة بن خليفة بن حضرم الكتبي. هكذا هي النتيجة ونداء هنا الأول يا ملاك ويا مضمرين للعشرة المراكز الأولى المتواجدة ضمن إطار إذاعتنا لرابع التحديات لرابع الأشواط. لأعود نحو البداية والمركز الأول، لا زال الشبابي ياسر بن بخيت بن سعيد الخيلي يتواجد مع الشبابي مع أول المراكز، لكن وقاد بشعار بن دغيش يحضر ويلازم الشبابي على مستوى الصدارة. مبارك بن راشد بن عبيد بن دغيش الكتبي، والحضور من قبل عناد محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري حضر في هذه اللحظات لينطلق مع ثالث المراكز. ورابعا يبرز البارز في هذه اللحظات ليأتي مع شعار مصبح بن خميس بن مصبح المهيري، وخامسا حضر الشبابي حضر بن دلوان راعيا للأرض والميدان ليقدم لنا الشبابي ناصر بن خليفة بن علي بن دلوان الكتبي. هكذا هي النتيجة، المهيري غير نحو الصدارة والكيل
الكيلو الأخير، الكيلو المثير يا ملاك ويا مضمرين. ما بين هذه الشعارات وبين هذه الأسماء سيتواجد بطلا واحدا نحو التتويج، القيادة مع البارز، مصبح بالخميس بالمصبح المهيري. لكن عناد بدأ بالهجوم والتغيير، محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري والحضور من غيث مع المتحدي سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، وصل وقاد بشعار بن دغيش. لكن 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 غيث يا غيث وقاد اشعل الامور من الجهة الاخرى لينطلق مع الصدارة واخر الامتار لوحة الاعلان 400 متر. يا هل القعدان من سيكون بطلا لهذا التحدي؟ غيث غيث مع بن غدير، اسعي بمنانة بن غدير الكتبي، وعناد مع اليبهوني والحضور من الشبابي. لكن 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 شوفوا من حضر، وصل عناد، وصل عناد، غير اسعي بمنانة بن غدير الكتبي يعاند الجميع ليذهب بالانتصار، انه المتحدي. اما ثانيا من حضر ثانيا على ما اظن ان الشعار بن منانة مع غيث، وثالثا كان الحضور والوصول عند اعضاء خط النهايه بسبب الدخول الجماعي. التوقيت الزمني 6:15، 46 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لك يا بن منانة ولجميع الفائزين.